مثل ما شايفين يا صبايا بذكرى عاشوراء، بنشوف شباب هيك مثل ما شفتوه واقفين عم بيقدموا عن روح السيد الشهداء الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل ما شفتوا بالضبط. وهيدا نفي للي بيقولوا انه ما في عيش مشترك، لا في عيش مشترك، وكلنا اهل واخوة واولاد بلد وحدة غصب عن العدو الصهيوني. السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. مثل ما شايفين ابني اللي سايق وطالع على الجبل، بتعرفوا شو يعني طالع من الساحل على الجبل. نحن هلا اول الجبل، وابني اللي سايق اول مره بحياته بسوق هيدي الطريق. طريق طبعا كله كواع، اللي بيطلعوا على الجبل من ناحيه الخلدي بيعرفوا هيدي الطريق لصوفر لفوق، فبتعرفوا قد ايه صعبه وخطره الطريق. بس المناظر ما رح خبركن، تابعوا هيدي الفيديوهات يلي رح نزلكن، هي مناظر وبس. من صيدا، لا قبل بعد صيدا، من خلينا نقول من الدمور للبقع. فكر مل هيك صبايا، بدي اياكن تتابعوا هيدي الفيديوهات. هيدي بشمون، شفتوا مستشفى بشمون التخصصي، ويلا نطلع على البقع سوا.